ما زلنا مع الأدب، والأدب فوق العلم. اجعل أدبك دقيقة واجعل علمك ملحا. من تأدب ارتقى، ومن تعالى على الأدب سفل. والتوفيق من الله جل في علا على قدر حسن خلق العبد. العلم أسه وأساسه حسن الخلق والخضوع، ومن تواضع لشيخه ارتفع، ومن تعالى أسقطه الله جل في علا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطيب البغدادي رضي الله عنه ورحمه في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: فصل: الاعتراف بحق المحدث. ثم ساق الإمام رحمه الله إسناده إلى شعبة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا، فكلما لقيته سألته عنه. شوف شعبة إيش يقول، معلش مرة ثانية شيخ، هذا يا رب الإخوة تتعلم وتتحدث، أعوذ بالله، ده إيه ده المكران والجحود اللي موجود فيه طلبة العلم؟ ما هذا الذي الفساد الذي ملأ قلوب طلبة العلم، ولا يعرفون لعالم حقه، ولا يعرفون لشيخ قدره؟ إيه ما هذا؟ أعوذ بالله من هذا، يعني من هذه الأخلاقيات ومن هذه الأداب. قال: وعن شعبة رحمه الله أنه قال: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا، فكلما لقيته سألته عنه. وقال أيضا رحمه الله: ما أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت. وأما سمعت ما هذا؟ يعني ما يقال فيه في عصرنا، وما كما من عصر ما يقال فيه، والله لا أدري كيف التوصيف، ما يقال فيه. طيب، ولذلك هو اصلا بعد ذلك وبعدين يدعي بطلب العلم. الى الله المشتكى، والله الى الله المشتكى. نعم. وقال ايضا رحمه الله: ما احد عنده ثلاثه احاديث الا وانا عبده حتى يموت. سبحان ربي العظيم. وما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه. هات بقى، اختم الباب ده، اختم الباب كله على شعبة، اختم الباب. لا، الباب ما انتهاش، انت لسه، انت انتهيت منه. ما سمعت من احد عدا حديث، لا خلاص، هو بس في واحد بس. وساق الامام رحمه الله اسناده الى شعبة رضي الله عنه ورحمه انه قال: ما سمعت من احد عدد حديث الا واختلفت اليه اكثر من عدد ما سمعت منه الحديث. شوف، انظر هنا في هذا الباب شعبة يربينا تربية عظيمة. ولذلك نحن قلنا: لا تستغربن ان الله جعله فوق الناس، ولا تتعجبن ان الله جعله امير المؤمنين في الحديث، ولا تعجبن ان الله جعله حارسا صنديدا من اساطين الذين يحافظون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وقف امام الناس وقال: يا الناس، ايحسب احدكم انه يدلس في حديث النبي وانا حي بناظركم؟ لا، هذا لا يحدث. رجل باع نفسه لله جل في علاه، وادبه العظيم هو الذي رفعه. وما كان الادب فقط، بل كان الادب مع ايش؟ الادب مع العلم، مع الانصاف. الوفاء ده امر خلق اخر، مع الانصاف. لان هو قال: إذا اختلفت أنا والثوري، الثوري أصغر منه، الثوري يعتبر يعني في أواخر التابعين أو أوائل تابع التابعين، وشعبة من أوائل التابعين، ومع ذلك قال: إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بقول الثوري فإنه أحفظ مني. إيه ده؟ هو سبق سنا، وهو أمين في الحديث، والجميع يشهدون له، لكن الانصاف. ولو قال انا، ما احد رد عليه، ولا احد، لانه هو اكبر سنا، وايضا اضبط من الضبط في الحفظ بمكان، وهو ايضا يعني نقول اثقل ثقه. الثوري مدلس وشعبة يرى التدليس كذب. وشوف بقى، عشان المسألة خلافية، ماذا قال هو؟ ويعلم أن الدائي الثوري يدلس، عشان تعرف أن العلماء يعرف بعضهم بعضا قدر بعض.
ما يجي عالم يتكلم بكلام والكلام ده ممكن يكون كلام أهل بدعة لا تسقطه، ممكن يكون أعلم منك بكثير في أمور، فأنت فقط ارشد واسكت وتحفظ على القول، لكن تسقطه. زي كده ما جات البنت العبيطة التي لا تعرف كيف تطهر من الحيض وكفرت الألباني. الحمد لله أنها مش بين أزورنا عشان نعرف نربيها، فقلت لها تصريحا أنت لا تطهرين من الحيض، يعني ما تعرفيش تطهري، دماغك بتنزل وانت ميتة ولا عارفة تصلي ولا ما تصليش ولا تاكل ولا تاكلي، ما تعرفش أي شيء، وتأتي على عالم اختاره الله واصطفى يعيش دهره كله 90 سنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي فسلة منك أنت وكأنك لا تسوين حتى يعني جناح ذبابة وتقولين كفر الألباني. فهنا شوف الانصاف، شعبة مع ثقله يقول خذوا من ايش؟ من الثوري، خذوا من الثوري، مع انه يرى الثوري العلماء قالوا يدلس على كل من هب عن كل من هب ودب، يعني تدليس الثوري شر، لكن ايه اللي خلى العلماء عن عنته تمر؟ بحر الرواية، بحر الرواية الذي فيها الامام الثوري. فشعبة شوف قال ذلك فيربينا على انه كان اذا حفظ حديثا من شيخ قال سرت له عبدا، كل ما اشوفه حدثني. لما يقول اذكر نفسي بانني عبد لك، وهذا قالوا كثير من الحكماء، قالوا من علمني حرفا صرت له عبدا، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. مضحكين على العيال في المدارس اللي هم علموهم هنحارب هنحارب يا بتوع الصبح ارانب، فاهم حضرتك؟ علموهم بقى يقولوا ايه؟ يقولوا قم للمعلم وفيه التبجيلة وفيه البخشيشة، وفيه البخشيشة ما مش عارف كاد المعلم ان يكون ايش؟ شويشة او شيء من ذلك. شوف استهزاء بي التكبيشة البخشيشة التغذية، وفيه البخشيشة، شوف جعلوا المعلم رشوة. ودلوقتي يعني في الخليج بيقولوا كلمة عجيبة جدا عن المفتين، فاهم؟ اديله فرخة يديك فاتو، اديله فرخة يديك فاتو، شوف شوف استهزاء بعمل العلماء كيف. عشان كده انتم بتقولوا كده اديله فتوى، اديله فرخة يديك فتوى، وربنا بيجيب لكم نقمة يضغط عليكم. انت تقول اديله فرخة يديك فتوى، والله يديك بلوى، وبلوى تنزل على دماغك ودماغ اللي خلفوك وكل اللي راضي بيك، وهم مش لغاية دلوقتي ناس مش عايز تستيقظ، ربنا ضغط عليهم بسبب قلة أدبهم مع العلماء وعدم العمل بتعظيم الله ولا تعظيم شرع الله ولا تعظيم حملة شرع الله، وبيضغط عليهم وهم شوية سفلة لا يفهمون ولا يعرفون أن الرجوع إلى الدين ده آخر الوسط الملتزم. لما ولد خبيث الخبيث ابن هذا الخبيث الفلس اللي طالع يدخل الروافض اللي بيتهموا شرف النبي، ها بيدخلوا مع الناس ويقول لهم انتم تقولون سيقولون لكم ملعونون انهم يلعنون الصحابه، ما سمعنا احد منهم عن الصحابه. يا ابن المصمومه يا غبي يا ابن الغبيه، بيقولوا على عائشه زانيه وانت تريد تدخلهم على الناس. قلت تركيا أجادت جدا في صناعة السجاد وصناعة الكواحيل، لا يمكن هذا الرجل يفعل ذلك إلا بإعاز، لا يمكن، لأن الطير في السماء يعلم أن هؤلاء يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة، ها، ويتهمون عائشة بالزنا. إذن المسألة وراء الستار ما وراء، وراءها ما وراء، المسألة ليست بالهينة في هذا الباب. فأنتم أصلا الآن يعني تستهزئون بالعلماء وتستهزئون بدين الله وتستخفون بالناس، تستخفون بالناس. واحد بيسب بيلعن أبا بكر وعمر، قال بعضهم قال والله ما أسلموا بل استسلموا ونافقوا وارتدوا، والآخر يقول كل فساد في الأرض سبب عمر بن الخطاب حتى مش أبو بكر، ويطلع خائبهم يقول السجيفة، ها السجيفة الخبيثة بالسريرة الخبيثة، بيتكلم على مين؟ يقول مبايعة الأنجاس، بيقول وفي السجيفة مبايعة الأنجاس، ها بيتكلم على الصحابة أبو بكر وعمر بيقول عنهم ذلك.
وانت تريد تدخلهم اول مره قلنا لك انت غبي ما انتش عندك علم ومتخلف علميا. تاني مره شددنا بالراحه وقلنا انت متخلف علميا ومتخلف عقليا وهو كانه لا يسمع ويستمر في ادخال هؤلاء على الناس. كم افسدوا دين الناس الجماعه دي بالذات بقى جماعه ما يجمع دي متفقه دول بقى عاملين ايه. الحمد لله ربنا يجعلني اطلع على الجميع. دول عاملين عصابه تام يقول لك رابطه العلماء. العلماء دول ما يجعب حاجه بيتكلموا في الدين وبنوك ربويه مش ربويه ويبدا يميع لك الدين واحده واحده وما يتكلمش في اي حاجه فيها سياسه. ومجموعه تانية تطلع تتكلم فين في السياسه. طيب في بقى مجموعات اسمها مجموعات الموت ورا الستاره. مجموعات الموت دول بتعمل ايه بقى؟ حرب على كل واحد يخالف فكره. مع ان سيدهم قال لهم ايه؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما ما اختلفنا فيه. وعندهم فجور في الخصومه. فجور في الخصومه. فمجموعات قتاليه لهدم كل واحد يخالف الفكر النبضه الفكريه اللي عنده. وما يعرفوش يقتلوه مش عارفين يسقطوه لانه عنده ثقل. يبدا يدور على النواقص الشخصيه. وبعد كده ممكن يتقلى عليه زي الروافض. يقول اتكلموا في اعراضهم كان في اعراضهم عشان تسقطوا الثقه بينهم وبين الناس تهدروا مكانتهم. يا غبي يا ابن الغبيه ان سيد البشريه دخل اعرابي جلف قال له اعطني فان مدحي زين وذمي شين. فالنبي ماذا قال؟ ذاك الله الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذم الله. كل مكه وقفت تقول مجنون ساحر كاهن يفرق بينهم وبعد ذلك يشفى. قال يعني قال ما تظنون اني فاعل بكم. الله ماذا اعطاه؟ رقابهم. الله اعطاه رقابهم ودخل فاتحا وتأطأ راسه وكذا واللحية تضرب على صدري. ثم قال ماذا تظنون انني فاعل بكم؟ اعطاه رقابهم مع ان مكه باسرها دوي من اجل اسقاطه من اجل تشويه الصوره. دعايه ببلاش اغبيه. نحن لا ننظر انا بالذات نحن او كلنا بفضل الله لا ننظر الا الى السماء فما يهمنا شيء. ايش النواقص الشخصيه هتدخلها؟ انت محاسبني؟ انت هتدخلني النار او الجنه في هذا الباب؟ ماذا تفعل؟ تتكلم؟ الله تعالى سينشئ لك جنونا خلفك يتكلموا عليك وعلى امك ومش هيسيبوك. اقوام شغلوا انفسهم بعيوب الناس وليس لهم عيوب فاصطنع الله لهم اقواما فاصطنعوا لهم عيوبا فتكلموا عليه. تحسبون انها تفوت؟ فعندهم مجموعات قتاليه خلاص ما يجمع هذه من افسد خلق الله على دين الله جل في علاه. مجموعات قتاليه لاسقاط الرجل. شوف بقى الاخطاء اخطا الشفع والشفع الرجل هذا قال حداديه كذا فيبدا يعمل بروباجندا وعنده بوست ويجيب مجموعه عنده ويبدا يعمل ايه؟ يبدا يطعن في فكرك وينمي فكره. في اخ دخل على الرجل قال له انت ماذا تقول؟ كل ما تقول هذا كذب. الرجل قال كذا وكذا وكذا مسح او اشتد على الشتيمه. وبعد كده قام جاي قايل اختلف الامه رحمه. طب يا عم الشيخ خلينا نقول فكرتك وفكره منهجك اختلف الامه رحمه يبقى اجمعهم ايه؟ عذاب متشكل. يعني اجماع الامه عذاب؟ لما يقول اختلفهم رحمه يبقى اجمعهم ايه؟ طب انا بقول لك خلينا في الاجماع فاجمعهم عذاب. فهو يبدا ينشر الفكر هذا وعنده فجور في الخصومه. يبدا يشهر بيك ويسب عليك ويسب على امك وعلى ابوك على الكل. هذه مصيبه. فانت الان اسقاط العلماء وعدم النظر لهم باحترام الله بيبتليهم ابتلاء ورا ابتلاء. ولذلك قلت هم السبب كانوا في تهيج العامة على العلماء. عالم مش عاجبهم سب وشتم. اما عملوا ايه في ابن باز؟ ها تعرفون كيف يسبونه؟ ما سب ما يعلمش بيه الا الله ويقول لك مش ده اللي دخل الامريكان في العراق. يا اخي احنا خطأنا في الفتوى يا اخي. انت مسكتها على انك تبقى صلمة في ديني؟ في ديني؟ وسب وهذه علماء السلاطين وبيادة مش عارف مين ويبدأ يتهم بالعمالة. ده عميل وده سب صلمة في الدين لأنه خالف فكره. هكذا فجور في الخصومة.
وهذه خسارة ليس بعدها خسارة. وأنا قلت ما فيش خصومة بيني وبين أحد. الذي أقول أدين الله به لعل الله تعالى يهديهم ويحسن إليهم أن يتقوا الله. أنا أصلا يعني واحد منهم من ما أجمع كتب في أنا تقرير المفروض أنا أخوف الله استضافني في أمريكا, مش هقول اسمه طبعا, وسايبه ربنا أنا سمحته من أولها, استضافني فالناس بأسرها تكدست, وكان هو المترجم لي في المحاضرة اللي كان في كندا وأمريكا. المهم ترجم لي في المحاضرة. طبعا عرفت بقى مؤخرا من اللي حصل أن واحد أو محامي لغاية ما عرف المسألة ماشية إزاي, وطبعا قيل لي من تحت لتحت أيضا. أنا خلصت المحاضرة من هنا والناس توافدت عليا, فاهمني, أنا مشيت بقى من المسجد ساعة كتب فيها تقرير, وده مطلوب له طبعا. ودي اللي أنا قلت عليه, المؤسسات الإسلامية في أوروبا لا يمكن تكون مؤسسة إلا بضوابط معينة معروفة وشروط معينة, وده برضو هقوله لسه لأن هذه حقائق لابد أن تظهر للوسط المتهلهل ده, وسط ضايع ضايع متهلهل. فيبدأ كتب كذبا وزورا تقريرا كذبا, ولو كتبه حتى بالحق كتب تقريرا زورا لأمر معين لأن في مأربة المسألة فيها مكافأة. ثم أول ما حصل معاه كده اتحط عليا في أمريكا وجابوا لي كلاب وإيه يا جماعة في إيه انتوا هتعملوا إيه, احنا بننتهي حيوانات هنا ولا إيه؟ حقا أمم مخابرات عبيطة, يعني مخابرات أمريكا, قال لك أمريكا مخابرات عبيطة يا رجل, انت جالك ورقة من واحد ألا تعلم أنه أدخل عليك ما لم تعلمه, وبعدين ده واحد من ملتي اللي عمل فيك كده وعطاك ده وبعني ليك تصدقه, أم دخل عليا الدخلة ديت وتاعه. بقى كده حصل معي بقى أمور أخرى نسيبها المرة تانية نتكلم فيها, لكن هو ده فجور في الخصومة وبيع للديانة, بل كلام صريح قال مين السلفين دول, ده أنا حطت فيهم شوية لو تعبونا هعمل كذا تصريحا قال ذلك. فالمسألة تحتاج إلى فهم كيفية التعامل مع أهل الدين. أنت أصلا بتتعامل لله وتمضر أهل الدين بإيدك, والتاني اللي بيكتب فيك تقرير يقول لك حزبة لله, بيدخلك مكان بيحتسب إلى الله جل وعلا أنه فعل بك ذلك حزبة لله. فهذا هو موجود في هذا الوسط, وأنا أقول انطلاقا من ذلك لو فعلتم ما فعل شعبة وفعل الثوري وفعل ابن مهدي وأحمد حنبل الأمة ترتقي, الأمة تنقشع, الأمة يبقى فيها نصرة لدين الله جل وعلا, نصرة حقا لدين الله جل وعلا. رجل يقول حديث واحد أنا سرت له عبدا, إنما أنت أصلا ما كنتش تعرف تستنجي, ما بتعرفش تتوضى, ما بتعرفش تركع ولا تسجد, ما بتعرفش تقرا القران, علمك كل ذلك ولما افتى بفتوى غلط طلعت قمت انت عامل 50 بيت شعر يا ابو عرام الشاعري, ها قام قايل له لست شيخ, مش لست وغير لست شيخ, صدر الباب لست شيخ, لست شيخ يا سافل يا ابن يا سافل يا سافل, ها انت ما بررت امك ما بررت امك الا به, وما توضأت الا به, ما عرفت تاكل باليمين دون الشمال الا به, صار لست شيخ الان, ها عشان اخطا في الفتوى خطا قل له زللت اتق الله ربك ارجع, لكن تهدمه وتهدم كل الخيرات اللي تفعلها هو عايش النهار, انت بيقيم الليل بيصوم النهار بيتصدق بالمال تريد تهرسه تهرس كل اعماله, وده ميزان يرضي الله جل وعلا, ده الله أقر الكفرة على حق قالته, قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أذلة أهلها أعزة أهلها أذلة, قال الله تعالى مقرا لكافرة وبتعبد الشمس وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقال لي إذا أخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي, قال له صدقك وهو كذوب. يا جماعة الإنصاف في هذا الباب, فلو كنا نعيش في ذلك حتى لو خالفتك أنا في الفكر ليس لك أن تحاربني, ليس لك أن تسقطني يا أخي, أنا كده يد بيدك أنا لا أبيعك, وإن بعتك شوف هنا وإن بعتك وأعوذ بالله من ذلك واجب عليك ألا تبعني, يعني أنا لو بعتك الشرع يمنعك أن تبعني, أنت فاهم كيف؟ يعني لو مسلم باع مسلم فأذاه لا يجوز للمسلم أن يبيع المسلم
لكاف ما يجوز ها ولا تخون من خانك ادي لها تملك ولا تخون من خانك ما في لا يا صاحب حال من الاحوال. قال ارجع ارجع نافي لهم بعدين ونستعين الله عليهم. ولذلك قلنا العدو المهذب العدو النبيل لا يغدر لا يخون لا يمكر وجه لوجه او يقول لك ارفع الراية. انما لا يفعل ذلك الا خبيث سافل عنده ما عنده من المكر والخباثة. اخلاقيات مش موجودة في التعاملات. فذلك نقول الرجل قال صرت له عبدا عبدا لحديث وكلما ورد في 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 الطريق يقول خف حدثني. أما حفظت الحديث يا شعبة؟ يقول لا أذكر نفسي بفضلك علي أذكر نفسي بفضلك علي. ولذلك قال بعض الأحاديث التي رويت قال فترددت عليهم أكثر من عدد الأحاديث التي أخذتها منهم. لما؟ أول شيء ليثبت عظمة ما هم فيه من فضلهم علي، والأمر الثاني يذكر نفسه صرت له عبدا صرت له عبدا. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذه مسألة عظيمة لابد أن تفهم ولابد أن تعلم من حولك وكيف يمكرون بك وكيف يخططون لك. وأنا قلت ذلك لعل الله يهديهم بها ولعل الله تعالى لا يجعلنا نقول ذلك تكسيرا بل بناء من أجل أن نرمم هذه الحفرات، لأن الحفرات دي كانت خفية جدا مش معروفة. رممها أفضل عشان ما تدخلش الماكر العدو الكايد. العدو هذا لما بيدخل بيننا بياخذ كل ذلك فرص عشان يقطع رقاب الاثنين. والكلمه حق وكلت وما اكل الثوره. انت بقى اصلا انت اللي اكلت الثوره الابد الاول. فافهم رمم هذه فينا وهذه فيها حفر. رمم هذه الحفر حتى لا يتمكن منها احد. قال حتى يستبيح بعضهم بيضة فلا يستبيح. والكلام الذي قلته والله ليس ذما، واني قد برأت الاخ من زمن. الاخ اتصل بي من امريكا وقال لي الامر واحد اثنين، قلت له سامحته ما فيش تاني كلام. والله يا رب سامحته والله، مع انه اذاني اذى لا يعلم به الا الله جل في علاه. كان بسبب اذى هذا اذى بدني واذى روحي ونفسي وتشريد ومسائل اعظم مما تكون. والله وبالله قلت الله سامحته. لكن لابد أبين أن هناك نوعيات بتفعل ذلك لابد أن ترجع. والمجموعة مجموعة الموت اللي هي بتقول تعالى ده بيخالفنا، طب تعالى نعمل مجموعات عشان نهده. لا ما تعملوش كده، اتقوا الله عضدوه. ولو كان مخالفا علموه، ولو كان جاهلا خفوا جنبه، لأنه لما تسنده هيسندك، لما تقف بجانبه ستجده في ساحة الوغى معاك. يا غبي ما تخسروش وما تسلموش عشان ما يتغباش هو كمان يوم مسلمك. لازم تفهمه القضية ماشية بطريقة ما حدش يعلمها إلا الله جل وعلا. أقسم بالله الدنيا هذه مغلقة مغلقة، ومليارات بتدفع على الواسط الملتزم، مليارات بتدفع عليه، والمسألة فيها منافذ. ولو ابتدأنا من هذه الشرارة احترم بعضنا بعضا عظم بعضنا بعضا عرف بعضنا قدر بعض تعاملنا بما تعامل به الأولين لا يمكن الله منا أحد. هو ليه ربنا ما يمكنش منه أحد؟ كانوا كذلك، فإن أمنتم به فقد اهتدوا. ملك الأمة لا يزول، لكن لابد أن يكون على ضابط. لا تزال طائفة وتحق ظالمين لا يدرون من خلفهم ولا من خزرهم. فعود على بيت، عود بالأدب وبالوفاء، عود معرفة أقدار العلماء. لما يحصل عالم يتكلم على عالم نصيحة، بعد كده كل الصغار دخين بيضربوا في بعض كان جبهات غزو داي داخل يشتم في ده والتاني داخل يشتم، وانت انت حزبي، التاني يقول انت عصبي، والتاني والله انت منوفي، والتالي شد قتل بعضهم بعض في هذا الباب. احنا لو غضضنا الطرف وقلنا اصاب من اصاب واخطا من اخطا، الكل بشر والكل افاضل والكل هم خير وهدفهم واحد هو الوصول لايه؟ للدين. تعال بقى انت عاملهم معامله النسوان. يعني ايه النسوان؟ قال سلام لا يفرق مؤمن الا ما يرضى منها بخلق. ايه بقى؟ غض الطرف عن المعايب، لكن ما تسكتش عنها، انصحه وبينها عشان ما حدش يأتسي بيه فيها. لكن غض الطرف، ما تسقطش ما تهدمش، ابني واكسب. ولذلك انا اطالبهم بنفس القاعده
اما قلت يعذر بعضنا بعضا. طب انا مخالف, انت عايز تديني ليه وانا مخالف؟ ما فيش يعذر بعضنا بعضا هنا. يبقى اذا انت لست صادقا حتى في القاعده التي تتملق بها. وده كما قلت منهج الروافض. منهج الروافض هو هكذا, وايضا يستطيلون على الاعراض, على الاعراض. فانظر هنا ادب, الادب عندما تعرف لعالمك حقه لن تجرئ عليه احد, ولن تقبل من احد ان يتكلم عليه. بهذا تسد المنافذ, بهذا تعظم, تعظم حملة الشرع. وتعظيمك لحملة الشرع عظمت ايش؟ الشرع. فان عظمت الشرع فقد عظمت الذي شرعه, فان عظمت الله عظم الله قدرك في القلب. ده لازم تفهمه. ولذلك انا يعلم الله شيخ فلان انا صم وبكم مفيش, ولو سمعت اضرب على الراس. المسألة مهمة. وبعد ذلك أدعو وأستغفر وأنا ذنب مني أو أستغفر منه الله جل وعلا, ولا أعادي أحدا, وليس لي حتى الذي هو ضرني ضررا عظيما أنا لم أضر حتى سمحت مسامحة. الأخ الثاني قال لي مش مسامح, ده ضر مجموعة كاملة, ده كتب أنا فيها التقرير وكتب في خمسة تاني التقرير, كتب في ولد عراق التقرير بهدله متبهدل يا عيني, الرافض تبحث عنه وراح متبهدل بسبب تقريره. خليه بقى يسمع كده ويتأنب فقط. لكن ما ادري هو التاني قال لي والله ما مسامح. قلت له انا مسامح, قال انا ما استطيع الذي تستطيع, لكن انا مسامح. لكن ده بيحصل بقى في امم التقريرات دي, تقريرات ايش؟ تقريرات على الطبليه, لابد ان تكون. فلذلك ننتبه ونعود على اخلاقيات السلف, لن يضرب بعضنا بعضا ولن يقتل بعضنا بعضا. واذا كان احد لو حق على احد شيء واحد يجيبه له, ايش هو؟ الشرع. لنا ارض نرجع اليها, ما هي؟ الارض الصلبه, كتاب انت نزعت شيئا فردوه الى الله والرسول, وما اختار فيه شيئا فحكمه. هذا هو الادب. الادب تعظم الامه به, وان تادبت مع عالمك او شيخك فانه يتادب مع شيخه, وهكذا السلسله. فينظر الله اليهم ويرى منهم الادب فيرضى عنه فيمنع عنهم الطوفان. لكن كل ما كانوا هكذا ياكل بعضهم بعضا يدخل عليهم الطوفان. لذلك قلت انتبهوا, الوعد لا يخلف والكلام يصدق, الله صادق, اذا قال صدق, واذا وعد وفى واوفى. ان تنصروا الله, طب هل تخلف الوعد؟ لا, ما فيش نصرة. يبقى ايش؟ ما هو اشترطها, اشترطها ان تنصروا, تنصروا الله ينصركم, لم ينصركم اذن ها لم تنصروا. المحكم لا يشكك فيه, المحتمل هو الذي تبحث عنه. ايه بقى المحتمل؟ محتمل تكون بتنصره, محتمل بتنصر هواك او بتنصر طائفتك, او مسألة تشهي, او مقارب اخرى, كل احتمالات دي واردة عليها. لكن المحكم ينصركم. هل في اي احتمال؟ هل في شك, في ريب؟ لما ما تجدوش, لان الله جعله نتيجة عن ايش؟ مقدمة. يبقى اعلى من المقدمة مش موجود. ابحث بقى عن المقدمة وكيف تأتي بها مرة ثانية. وانطلاقتها من علمني حرفا صرت له عبدا. يقوم الشافعي لعربي, اعربي؟ قال الطلبة, قالوا انت تقول من هذا عربي؟ قال هذا علمني حرفا. قال لي الشغار من شغر الكلب إذا رفع رجله. ثم قال وأنشد كلام يكتب بماء القلب. قال ها, قال ها, الحر يحفظ وداد لحظة وتعليمة لفظة. أما لست بشيخي هذا متمرد, ويطلع واحد أهبل أهطل مدحوه بعض المدح على هطلانه, يطلع يقول لك وماذا بعد السلفية, وهطلة دكتور هطلة تقول يعني عيشوني بان انا اترك الجامعة من اجل النقاب على ايه؟ مغفلة جهلة سكوتي, على ايه مغفلة؟ ما تعرفيش يعني ايه ان بلال باع بدنه ودمه لدينه ها؟ وقال والله لو وجدت كلمة اغيظ منها لقلتها. احد احد لما تكون جهلة خرصي. المسألة فيها ضوابط في هذا الباب. لذلك قلنا كل من وقف عند حده
يفوز، وكل من علم قدر العلماء يعطيهم قدرهم يفوز. وزا قلت انا هنا ما فيش حاجه اسمها ما يطلبوا المستمعون، والعوام مش هنسيبهم، هنربيهم. كل من تجرع العلماء هنربيهم تربيه واجبه، وتبقى التربيه واجبه لهم ولمن يسرحهم. ده الواجب عشان ترجع الامه كما كانت. والله جل في علاه يثبتنا ويؤدبنا ويعلمنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعل كل صالحه واجعل الوجه خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيء. اللهم اجعل البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاه امور المسلمين لحكم كتابك وعمل سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وانت ارحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد وعملا لا ينفد ورفقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين وسدد الدين على المدانين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وانت المسلمين انت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.